إذا فاجأته بسؤال من هو الله؟ فإن بعضهم سيقول هو الخالق، هو الرازق، نحن نعرف ذلك، ولكن هل هذا كل ما نعرفه عن الله؟ فكم تعرف عن الله؟ الله، إن الإنسان كلما زاد علمه بالله كلما زادت خشيته وتحسن تعامله مع ربه. الله تعالى لا يعلم حقيقة ذاته إلا هو. أقوى الأجساد المخلوقة الآن لا تقوى على أن تنظر إليه، ولو رآه أي شيء في هذه الحياة الدنيا فإنه سينهار تماما. ماذا عساي أن أقول لك عن عظمة الله؟ يكفي أنه لا يستطيع أحد أن يراه الآن. فإذا كانت ذاته بهذه العظمة والقوة لدرجة أن الذي يشاهدها يتلف وينعدم لمجرد الرؤية، فكيف بحقيقة هذه الذات؟ لهذا فإن ربنا يعلم ذلك، ويعلم أن أحبابه متشوقون جدا لرؤيته. كيف بالصفات الجليلة التي اتصفت بها ذات الله؟ والمخلوق قد تكون له صفة تشابه الخالق بالاسم فقط، يعني مثلا ربنا سبحانه حي وله الحياة الكاملة، وذات الله تعالى لها صفات قد اتصف بها سبحانه، هذه الصفات كاملة لا يوجد لها مثيل في أي شيء آخر ولا في أي مكان آخر. المخلوق له حياة أيضا، لكنها حياة خاصة به ليست كحياة الله. فلم يحدث ولا مرة واحدة أن تشابهت صفة من صفات الخالق مع صفة من صفات المخلوق، ولا يوجد نوع من أنواع الشبه بين الحياتين أبدا، ولا حتى تقارب بسيط. هو المتكفل بهذه المخلوقات لوحده. فمن هو الله؟ الله إله جميع المخلوقات، يدبر شؤون مملكته الواسعة التي تشمل السماوات والأرض، ولا يساعده في ذلك أحد. توجد صفات لله لم يخبرنا بها، ولا نعلمها ولا يعلمها أحد. نعم، من شدة عظمة الله أنه لم يستطع أحد أن يحيط علما بكل عظمته أبدا ولا أحد. كما أن العين عضو من الأعضاء فإن لها حدودا معينة، لا تستطيع النظر إلى مسافة معينة أبعد من هذه المسافة. كذلك العقل، العقل عضو من الأعضاء لا يستطيع فهم إلا أشياء معينة. وكما أن الأذن عضو من الأعضاء أيضا فإنها لن تستطيع السماع إلا لمسافة معينة. توجد أشياء كثيرة أكبر من العقل لا يستطيع أن يتخيلها ولا أن يتصورها. أولها الخالق، هو الذي أحاط بها علما، إنه الله. فإنه لا يعلم حقيقة الله الكاملة إلا الله، فإنه لا يمكن لأحد أن يتصوره قبل أن يراه يوم القيامة، لا يستطيع.